يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يتفاوت الناس في أصل الإيمان وفي كماله؟ نعم، هل يتفاوت الناس في أصل الإيمان وفي كماله؟ تفاوتون تفاوتا عظيما في الإيمان، بعضهم أعظم إيمانا من الآخر، بعضهم قوي الإيمان، بعضهم ضعيف الإيمان، هم الناس سوى في الإيمان. نعم، ما يقول أن الناس سوى في الإيمان إلا المرجئة، أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، الإيمان يزيد وينقص، والإيمان يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، والناس واحد. نعم.